السلام عليكم. بأواخر أيام شهر رمضان المبارك، دعوة وتذكير لكل الإخوة والأخوات يلي ما تذكر من بداية رمضان منذكره، منقول ما تنسى زكاة الفطر، ما تنسى تدفع عن حالك وعن كل من أنت مسؤول عنهم هذه الزكاة، لأن ما بدنا نوصل ليوم العيد ونبلش نسأل الأسئلة تعيد كل سنة نسيت وشو بعمل. خلينا نكون عم نتعاون لنتذكر بالأمور يلي مطلوبة منا. كل عام وأنتم بخير، شارف رمضان على نهايته، تقبل الله منا ومنكم. منبلش الحلقة ما قبل الأخيرة، بسم الله. على البركة 20 سنة، طالبة سنة أولى بالموارد البشرية، حبت تسأل الشيخ بهاء عن الحكمة بتنوع العقائد الدينية عند الناس. السلام عليكم علا. وعليكم السلام. جينا لعندك على صيدا وفي عندك سؤالين بدنا نسمعهم ونحاول نجاوبهم إن شاء الله. أول سؤال حابة أسألك إياه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم. طالما الإسلام بدأ غريبا من عن أيام الرسول وانتشر لأيامنا هيدا، ليه لا يرجع يعود غريب؟ خليني أقول لك شغلة، العلماء انقسموا بهالموضوع. أولا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يعني بعض العلماء قالوا بأنه مثل ما بدأ الدين بجو وبمجتمع وبظروف كتير كان صعب على الإنسان أنه يلتزم بأمور الدين، ومن يلتزم حيحس بأنه هو منبوذ من المجتمع، هو عايش ببيئة غير يلي منتشرة بحياته، حنوصل إلى زمن كمان يعود الإنسان الملتزم كأنه يعيش بجو لا يتوافق مع التزامه. ومش هناك الحديث بيقول لك القابض على دينه كالقابض على الجمر. حنشوف بمرحلة من المراحل بأنه من يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى بيحس حاله غريب بالمجتمع. يعني في كتير ناس بيقولوا أنا بدي يكون صادق، بينما المجتمع للأسف منتشر فيه الكذب. أنا بدي يكون لساني لا يتلفظ بألفاظ جارحة أو بذيئة، بينما اليوم نشوف بأنه الشتائم والمسبات منتشرة بالمجتمع. أنا بدي أتعامل الناس من مبدأ الاحترام والتعامل الجيد، بينما المجتمع للأسف في سلوكيات مرفوضة. المعنى الثاني، المفاهيم بتصير غريبة بالمجتمع. يعني أنا خليني أسألك سؤال، اليوم لما نشوف فتاة عمرها 16 17 18 سنة وبدأ تلتزم بالحجاب، شو بيقولوا الناس بالمجتمع؟ انه حرام بكير. شفتي كيف المفاهيم اختلفت؟ نفس القصة، الشاب لما شاب عمره 15 16 بده يلتزم، يروح على المسجد، يروح يعمل عمره، بيقول لك حرام بكير، بعد خليه ينبسط يعيش شباب ولاحق بكرة الايام جاية. فايضا الغربة بمفهوم المفاهيم، يعني غربة مفاهيم، غربة احساس، وغرب التطبيق لما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم إذا نيجي نفتح القرآن الكريم، أدي في أمور راقية وحضرية موجودة بالقرآن الكريم كتير. طيب أدي نسبة ما يطبق من هذه المفاهيم كتير قليل. ففي عندك غربة بالمعنى الشامل، وحط تحت هذه الغربة كل ما في من مجالات الحياة، بتحس إنه لا فعلا بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. هيدا مفهوم. ولكن خليني من خلال سؤالك اتوجه بدعوة للناس التفكير بمفهوم جديد لبدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. في احد العلماء، واعتقد اذا ما كنت غلطان الشيخ عبد الله العليلي رحمه الله تعالى، استخلص مفهوم كتير حلو وكتير ايجابي لهذا الحديث، وهو بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا ليس بمعنى الغربة، وإنما بمعنى كل ما حتمرق الأيام ويجوا الناس يقولوا هذا الدين أصبح غير مناسب للعصر، حيستغربوا كيف إنه الدين عم يعطي حلول جديدة للمجتمع تزيد من الرقي ومن الحضارة. يعني بدأ الدين غريبا، بلش بحلول الناس استغربتها، إنه معقول هيك؟ كيف خطر عبالهم هالموضوع؟ شيء إيجابي وليس شيء سلبي. مزبوط. حتى في علم هلأ عم طبعاً يطلعوا فيه، بس هن اوريدي مكتوب بالقرآن طبعا. فكل ما مرق
أيام وزمان وسنوات وعصور وأجيال حيكتشفوا الناس بأنه هيدا الدين صار مر عليه 1400 1500 سنة، أكيد ما عاد مناسب لهذا العصر. حيجي علماء بفضل الله سبحانه وتعالى يتفاعلوا مع القرآن الكريم ويطلعوا أمور يستغربوا الناس منها. يعني اليوم كل ما يظهر في مجال الإعجاز العلمي، الإعجاز الطبي، الإعجاز الكوني، ونشوف كيف إنه القرآن ثبتها، الناس حتستغرب إنه كيف هيدي. فهوني الغربة أو الغرابة بالمعنى الإيجابي، وأنا بتمنى فعلا أنه ما ناخد المنحة السلبي بتفسير الحديث، لأن نشر هذا المفهوم السلبي سيؤدي إلى ناس تعتزل المجتمع، أنه يا شيخ والله النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الدين غريبا، فالحمد لله أنا من الغرباء بدي أقعد بالبيت وما بدي أتفاعل. لا، بالعكس، بدك تاخد الغربة أو الحديث بمعنى تقديم ما يستغرب الناس من حضارته ورقيه وتشارك بإصلاح المجتمع، مش أنه المجتمع صار فاسد، المجتمع صار ما بين قبل، أنا ما بدي أعيش معه، بدي أنعزل، بدي يكون في انطواء أقعد لحالي. لا، بدي فوت بالمجتمع وأقدم أفضل وأرقى وأجمل ما عندي من مفاهيم دينية لحتى أكون مساهم بموضوع رقي المجتمع و تصليح المجتمع، مش بأنه أنا انعزل ويصير المجتمع ينهار وأنا قاعد عم بتفرج. فهيدا بتمنى فعلا كل واحد يعيد قراءة هذا الحديث بهالمفهوم الإيجابي لحتى يكون لنا أثر بالمجتمع. في عندك سؤال تاني؟ مزبوط. يلا إن شاء الله بعد الفاصل تسألينا إياه. علا بركة، رجعنا معك. السؤال الأول كان عندك على موضوع بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، وبينا بأنه بدنا نعمل تفاعل إيجابي مع الحديث مش تفاعل سلبي. السؤال الثاني، ورد في القرآن الكريم أنه دين الإسلام هو دين الصحيح. نعم. طالما أنه دين الإسلام دين الصحيح، ليك بعد في أديان تانية ومعتقدات تانية؟ شوفي، خليني أقول لك شغلة. أولا، القاعدة الأولى ما ورد في سورة الملك، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هيدي الدنيا هي اختبار، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب، ما دامت اختبار، بدنا دغري نربطها بقول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذا رب العالمين فرض على كل البشر أنه يكونوا مسلمين مؤمنين، انشال مبدأ الاختيار وانشال مبدأ الأمانة، وإذا انشال هالمبدأ على أي أساس بدي أتحاسب يوم القيامة؟ يعني إذا رب العالمين فرض على كل إنسان يكون مسلم، مع شو بدي أتحاسب يوم القيامة؟ ما أنا ما عندي خيار، صرت مجبور أن يكون مؤمن مسلم مصدق بالقرآن والسنة وكل هذه الأمور. فبنشيل مبدأ المحاسبة يوم القيامة. يعني أنا بدي أسألك سؤال صغير. أوكي. إذا أنت جيت اليوم فرضت على، لنفترض ولله المثل الأعلى، فرضت على أبنائك أو على أولادك أو على تلاميذ أنت عم تدرسيهم أمر واحد، هل فيك تحاسبيهم ليه ما اخترت الشيء الثاني؟ لا. ليه؟ لأن أمر واحد. نفس القصة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذا الاختلاف هو يلي بنتيجته بيكون الحساب يوم القيامة. وهون في شغلة كتير مهم نعرفها، أنه الاختلاف هيدا ينتج معارف وعلوم. يعني اليوم لما أنا أعرف بأنه الدين الإسلامي هو الدين الصحيح، أوكي، هيدا بالنسبة لإلي ولإلك، بس هو من أيام زمان. نعم. ديننا دين الصحيح من أيام الرسول لما انتشر. خلينا نوضح شغلي، الدين الإسلامي هو الدين الصحيح والخاتم بالنسبة لإلك ولإلي. ايه. أما بالنسبة لغيري، يمكن الدين يلي هو يتبعه هو الدين الصحيح بمفهومه، صح ولا لا؟ صح. وبالتالي انت ما تعتقدين به ستحاسبين عليه يوم القيامة، والآخر ما يعتقد به سيحاسب عليه يوم القيامة. مشان هيك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. شي يعني لا إكراه في الدين؟ لكم دينكم ولي دين. أنا شايف الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، هو الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، غيري شايف لا غير هيك. طيب، شو اللي بيحكم بيني وبينه؟ من الذي يحكم بيني وبينه؟ رب العالمين يوم القيامة.
أوكي. عرفتي كيف؟ أيه. فالمنطلق هو إنه الإنسان يفعل بما يؤمن ويلتزم بما يؤمن ولا يجبر الآخر على الالتزام بما أؤمن أنا. أنا مؤمن بأنه الدين هو الصح، الدين الإسلامي هو الدين الصح. أيه. غيري يؤمن بعكس ذلك، أنت حر وأنا حر، ولكن ما بدك تجبرني بما تعتقد ولا أنا أجبرك بما تعتقد. أنا اللي بهمني من الموضوع كيف تتعامل معي وأنا كيف بتعامل معك. العقيدة والدين هي أمر خاص بيني وبين رب العالمين. اثنان، أنا بدي أقول للناس، وهذا جانب من أمور ديننا كمان، نشر الدين. نشر الدين، ولكن كيف يكون نشر الدين؟ يكون نشر الدين مثل ما ورد بالآية الكريمة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنا بدي أجي عند أخت علا وقل لها يا علا هذا الطريق بوصلك لهون وهذا الطريق بوصلك لهون، انتهى دوري، انت شو حتختاري انت ستحاسبي، وهذا القرار في مسؤولية عليه يوم القيامة. فمش هناك عم نقول لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما دام في الاختلاف في هذا الكون فالاختلاف سنة في هذا الكون. المهم كيف نفهم فقه الاختلاف أو أداب الاختلاف لحتى نحوله إلى أمر إيجابي بالمجتمع، مش إلى أمر تصادمي وإلى أمر يؤدي إلى مشاكل. لأن القاعدة هي مبدأ لتعارف يلي اجد بالقرآن الكريم على اختلاف كل الأفكار والعقائد والأمور يلي احنا بنؤمن فيها. المبدأ هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الإيمان، العقيدة، الدين، فهو أمر خاص لكل إنسان بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلنا من الذين حققوا معنى التعارف في هذه الدنيا. أنا بشكرك وأنا كمان وبشكر استضافتك لأن بالبيت عندك. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك، ألف شكر لك. من أجمل الأمور يلي عم نشوفها خلال زيارتنا لعدد كبير من الإخوة والأخوات بمنازلهم هو هذه الأسئلة يلي فعلا بتخلينا نحن وياكم نعمل إعادة علاقة مع الآيات ومع الأحاديث ونبلش فعلا يكون في حسن تفاعل معها. الأسئلة اللي سألتها أخت علا فعلا يمكن الأسئلة يلي كتير من الشباب بيسألوها، ومشان هيك هيدا كان أحد أبرز الأهداف لهالبرنامج، أنه نحن نرجع نسأل، نرجع نستفسر، نرجع ندور عن المعاني يلي ممكن أنه ناخدها من الآيات ومن الأحاديث. ولكن للأسف الكسل الفكري يلي موجود عنا هو يلي عم يمنعنا عن هذا الأمر. زياد زيدان 37 سنة، متخصص بصيانة الأبنية بالمطار، حاب يسأل الشيخ بهاء عن موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك. زياد كيفك أولا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وينعاد عليكم رمضان كريم إن شاء الله. الله أكرم. بعتلنا في عندك مشكلة إنه حاسس إنه في تقصير بالمجتمع بموضوع موائد الرحمن. صحيح. انت فعلا حاسس في تقصير ولا صار في شبه غياب لإلى؟ شو رأيك أولا المفروض بالموضوع؟ انطلاقا من الرسول ومن الزكاة ومن أن أركان الإسلام هو الزكاة وطعام الفقير والوقوف قدام الفقير بهذا لا. الشهر وهذا الشهر بيعنى فيه الفقير طبعا. قبل أي مسلم تاني يعني. ففي تهميش للفقير، في تغيب موائد الرحمن وهالشيء، موائد الرحمن، وحتى الميسورين وكفوفهم بيضة بتلاقيهم بهالشهر، البعض منهم بتلاقيه عم يعطي أكتر ما عنده والبعض بتلاقيه مغيب بهذا الشهر. طيب. ما بعرف كيف يصير معهم. زياد في أمر كتير مهم، نحن لما نفتح القرآن الكريم رب العالمين بالقرآن ليه بتقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لا نطعمكم أو نطعم إنما نطعمكم لوجه الله. يعني اليوم المنطلق الأساسي بموضوع موائد الرحمن هو طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. وحتى بالحديث يعني أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وبالناس والناس نيام. قضية إطعام الناس والفقراء قضية كتير مهمة، مش بس بشهر رمضان وبخارج شهر رمضان. صحيح. بس شو المشكلة يلي أنا بتمنى أنه كتير من الناس ينتبهوا لها؟ في
انا برايي ومثل ما قال كثير من العلماء، مش بس انا يعني مش مني من العلماء، ولكن ما قاله العلماء في رايين كتير او في شغلتين كثير اساسيات بموائد الرحمن. الشغله الاولى المال الحلال، يعني انا ما يجي لنفترض تاجر مخدرات يجي يقول ان شاء الله تعالى نحن حنعمل موائد رحمن، ما المال اصلا في مشكله. بس في معقولة بتقول انه ما ورث حرام على البي فهو على الابن هو حلال، هيدا شيء ثاني هون بموضوع الميراث، فالميراث هون المشكله ما خصها. لا بس عم طعمي موائد الرحمن عم طعمي انا ولكن الفقير يعني الفقير ياخذها حلالا، ولكن صحيح. من اقام موائد الرحمن هو اللي حيتحاسب. صحيح. الامر الثاني وهيدا اللي نحن فعلا عندنا مشكله فيه، من غير ما سمي، من غير ما نكون عم نحكي على ناس محددين، عم بحكي بصوره عامه، موائد الرحمن كلاس كل شيء عمل خيري. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يباغون يراءون. قضية المفاخرة والرياء بالعمل الخيري، يعني خليني معلن أولى صراحة، نحن عندنا مشكلة بهالموضوع. أنا بدي أعمل موائد رحمن، بس بدي على كل صحن يكون مطبوع اسمي وتقدم من المحسن الكريم عامل الخير. انت عم تعملهم للناس ولا لرب العالمين؟ لرب العالمين اكيد. واصلا ذكر القران اكثر مطرح هو امن اليتيم فلا تقهر ومن طبعا السائل فلا تنهر. فعنا مشكله. هلا في عنا تقصير بموائد الرحمن؟ ايه في عنا تقصير، وتقصير من الدوله قبل ما تقصير من كل الاطراف قبل الأطراف. لان نحن بتعرف زياد من نحن وصغار كنا نسمع انه يا اخي ما حدا بينام جيعان. لا معلش اسمح لي قلت لك وقول لك كلها، في ناس عم بيناموا جيعانين. صحيح. في ناس عم بيناموا مشردين ما قادرين انه يأمنوا طعام الافطار. صحيح. في ناس اليوم عم بتشوف هي واولادها مشاهد لموائد الافطار على الفيسبوك وعلى الانستغرام، عم يستحلوا صحن من هاللائحه اللي عم يشوفوها. يا لطيف. انه لا نحن عندنا مشكله بهالموضوع، وخلينا نكون واضحين وما نتخبى وراء اصبعنا، نحن محتاجين لخطه دينيه اجتماعيه تعيد تنظيم العلاقه. نحن كدار فتوى لازم يكون دار في عندنا خطه موجوده. خلينا نقول كمان كلمه حق، دار الفتوى عم بتقوم بكل ما تستطيع، ولكن ايضا الناس في عليهم مسؤوليه يا زياد. اليوم انا ما في كل شيء القيه على الشيخ او انه كبه على الدوله او لا، انت كمان كشخص كمسلم انا حاعطيك مثل، ليه ما بيتفقوا سكان البناية الواحدة كل ما فاض من طعامنا بالإفطار نحن حنجمعه ونحطه ببراد بمدخل البناية، أي إنسان فقير يجي يفتح ويأخذ. نعم كده بتصير، كده بتصير منا موجودة يعني. ليه ما بتصير ليه ما بنتفق سكان شارع إنه شو بيفيد عنا من طعام آخر الليل أو تاني يوم الصبح، شو في طعام فائد من جمعه ومنروح باسم الشارع كلياته منقدمه لمؤسسة خيرية أو لدار، يعني بدنا مشاريع تنموية بموضوع عظيم. الطعام عظيم. بس اليوم نحن عايشين بدولة ونحن عايشين بجمهورية لبنانية. صح. فنحن منا عايشين لحالنا ولا بناية سكن لحالنا، ولا نحن عايشين على أراضي لبنانية ضمن مؤسساتية. ماشي. نحن دار الفتوى بنا، بعطيك مثل، في عندك ناس أرامل بثلاث أربعة أشهر ليقبضوا مرة واحدة من دار الإفتاء وخمسين ألف سيرة. سيدي أنا بدي أقول لك بكل صراحة، نحن لا يجوز أن نحمل المراكز الدينية والاجتماعية. أنا عم أقول لك إيه بس فوق ما تستطيع أن تقدم. أنا بدي أقول قد يكون هناك تقصير من مؤسسة هنا أو هناك، ولكن أيضا الناس في عندهم تقصير. أنا عم لح على الاهتمام ما أكثر ولا أقل. الاهتمام هو بدنا عملية توعية كبيرة بالمجتمع حتى نقول للناس يلي قادر يساعد يتفضل يساعد، يلي قادر يقدم يتفضل يقدم. صحيح. اليوم كل إنسان بالقرآن الكريم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أنت عميل اللي عليك، أنا كإنسان مسلم قادر أقدم 0.5%. هذا من واجبي. قدم. هذا من واجبي. عرفت كيف؟ من واجب كل مسلم، من واجب كل عائلة وكل قادر. بس صدقني قادر صدقني إنه يقدر طبعا يجبر بخاطر. أكيد مش يجبر، يعبد الله من خلال هذا الأمر. اليوم فرحة المسلم، فرحة أيوة. العيد بالمسلم هي هذا الهدف. شيء. بكل شيء، برمضان، بالإفطار، بالطعام، أقله بشهر رمضان. بكل شيء. أقله أنا بشهر أنا رمضان. أنا شوف أنا بدي يعني يمكن ما عاد عندنا وقت كتير، ولكن أنا بدي أقول لك شغلة زياد وهذه كتير مهمة إنه ننتبه لها. المجتمع لا يبنى إلا بأفراده. ما في حدا يتخلى عن المسؤولية ويقول ما عم يشتغلوا، لا ما عم يشتغلوا يمكن يكون صح.
ولكن انا بدي اسال حالي قبل ما اسال الغير عم يشتغل او لا. فيمكن انت بصحن فتوش يومي بتنزله لجارك اللي ما قادر، بتكون تحقق معنى من موائد من معاني موائد الرحمن. فالله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك، وان شاء الله هيدي الغير اللي عندك وهذه اللفتي اللي عندك تجاه المجتمع تتحقق باذن الله تعالى من خلالك لكل القادرين يلي عم يشوفونا. نحن مسلمين لازم نغار على وهيدا واجبنا، وهيدا واجبنا طبعا طبعا. الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنك ويهدينا ويهديك وكل اللي عم يشوفونا يقوموا بهذا العمل الخيري. وبرجع بقول لك كل عام وانتم بخير مره ثانيه. وانت بخير، وشكرا على هالاستضافه اللي عندك. شرفت، الله يخليك. شكرا. مثل ما ذكرنا بعدد كبير من الحلقات وبنرجع نقول اليوم، نحن بحاجة إلى حملات توعية بموضوع إطعام الطعام، بموضوع إعطاء الطعام للفقراء. إذا بتريدوا ما تعطوا الفقير ما فاض عن حاجتكم أو يلي ضل، وإنما يطعمون الطعام على حبه. الأكل يلي أنت بتستحليه بدك تخلي هذا الإنسان المحتاج يشاركك بلذته وبفرحة الطعام لإله. الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم إلى صالح الأعمال.